اكتر رياضه كنت بمارسها وانا صغير السباحه. بلعب كوره حاليا. كوره انا كنت بتمرن كاراتيه في النادي الاهلي لمده 12 سنه. كنت بلعب كاراتيه وكنت بلعب العاب كوره. الرياضه اللي كنت بتمرنها وانا صغير سباحه. كان في كتير بس اكتر حاجه كانت باسكت وبوكسنج. ما كنتش بتمرن بس كنت احب اتمرن سباحه مثلا او حاجه. كم مره قررت اني اروح الجيم ورجعت في كلامي؟ مثلا مرتين رحت بس ما استمرتش. وانا على طول بفكر اروح الجيم، كنت بدفع فلوسه بس ما بروحش، فقررت اروح كروس فيت عشان هو يعني سو لايت يعني. والله انا ما رحتش الجيم قبل كده ولا مره، فكرت اروح الجيم ورجعت في كلامي. ممكن كل يوم بس على حسب يعني، ممكن اقعد اليوم اللي انا تعبانه فيه او حاسه ان انا هروح التمرين مش هقدر افيد نفسي. بروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، كل مره بياخد ساعتين. كنت بروح 3 وبقعد ساعه مثلا. بحاول اوصل ل5 مرات في الاسبوع، كنت بقعد ساعه حوالي ساعة ونص كل يوم. ممكن على حسب يعني، ممكن يومين في الاسبوع، ممكن 3 ايام على حسب. بروح 3 ايام وبقعد ساعه. طبعا هي الرياضه بتغير مود البني ادم يعني. والله ساعات يعني لو التمرينه خفيفه ببقى مبسوط، لو التمرينه بقى صعبه ورجلي وجعاني وكده لا بتبقى يوم نكد يعني. هو قبل وبعد بس على حسب، ببقى ساعات يعني مرهقه شويه. بحس مودي احسن بعد الجيم. بيبقى مودي احسن بكثير. هل مودي كان بيكون احسن بعد الجيم؟ كان بيتحسن يعني. ما اعتقدش ان ممكن يجي وقت يعني وابطل اروح الجيم. لا ما اقدرش بصراحه، ما اروحش الجيم لو هريح، بس اللي هو اقطع جيم خالص لا. هو انا في الوقت ده دلوقتي بس هكمل، انا مسافر كمان كام يوم وهكمل وقتها. اوريدي انا اصلا مبطله عشان شغلي وكده. في وقت الامتحانات ببطل جيم. طبعا يا جماعه بعد ما شفنا راي الناس في الشارع ما شاء الله، وتقريبا هم مصطادين الرياضيين بس يعني، ما شاء الله كل الشارع المصري بقى رياضي فجاه. يعني كلنا بقينا بنلعب سباحه وكاراتيه، في حد قال بيروح الجيم 3 مرات بيقعد ساعتين. حساب بيحور سيكا سيكا؟ يعني مفيش فورمه، مفيش عضله، ما شفتش ولا باي ولا تراي ولا مجانس ولا ما شفتش حاجه خالص يعني، فاهم؟ تقعد ساعتين ولا 5 ساعات ولا 5 دقايق يعني، ايه النظام؟ فما شاء الله الريبورتاج كله يعني، ايه الريبورتاج؟ لا بس في الاخر كله اجتمع على ايه اللي انا قلته، ان الجيم او الرياضه بشكل عام بتدي طاقه ايجابيه وبتحسسك ان انت بتغير مودك وبتخليكي لو عندك مشكله هي راحت المشكله. بس اقول لك حاجه يا سوا، بصراحه تجربه شخصيه، او المشكله مش راحت لا يعني. تجربه شخصيه، انا في مره جزيت قوي على نفسي في التمرين قوي لدرجه ان انا بقيت بروح كل يوم، وبقيت اتقل في يعني على نفسي واغصب على نفسي، بقى الموضوع بقى اتقلب ضده مش بقى معايا. يعني فكره بقيت حاسه بطاقه سلبيه، ان انت على طول عارفه نظرات المجتمع دي اللي هو انا لازم اتمرن، انا لازم ابقى فورمه بسرعه، فاضل شهر على الصيف، عارفه انا لازم اجز على نفسي. فلقيت نفسي اكتئبت جدا ان انا بضغط على نفسي عشان بقلد حد او عشان عايزه اوصل لنتيجه بسرعه، فبقيت مكتئبه وكمان جالي اصابه وكمان بقيت ولما بطلت تخنت اكتر من وانا رايحه يعني، تخيلي. فيا جماعه كل حاجه بالمعقول بتبقى حلوه، فكره ان انت تلعبي رياضه دي ده شيء جميل جدا ويبقى روتين في حياتك، حتى لو رياضه المشي، مش لازم ترهق نفسك او تدفع بالك في مصاريف جيم او تروحي بتبقى مشترك في نادي. رياضه المشي اللي ربنا خلقها لنا حلوه جدا، الشوارع جميله، الجناين واسعه، ان انت حتى لو نزلت ركنت عربيتك ورحت الشغل مشي، مثلا بتاخد مواصلتين ليه مواصله بدل 2، في سلالم نطلع السلم بدل الاسانسير مثلا، ويبقى فكره لطيفه جدا ان احنا بحاجات بسيطه مش لازم ندفع ارقام باهظه عشان نتمرن، ممكن اي حاجه حوالينا في البيت. في دلوقتي تمارين بتتعمل في البيت، اليوتيوب ما خلاش، لو فتحت بس كتبتي تمارين في البيت هتلاقي 1,500 فيديو للحوامل وللصغيرين وللكبار في السن وللشباب. دلوقتي بقيت احس الموضوع سهل قوي، بسيط جدا. ده في كمان الرياضه بتعتمد على الكنبه، ان انت مثلا قاعده على الكنبه فتعملي مش عارفه تمارين على الكنبه، في تمارين تستخدمي فيها السرير. لو بصي واحنا عايزين كده اللي هو 1 2 3 في تمارين على الهواء ممكن نعملها لكم. فيا جماعه بقيت بحس الموضوع مش صعب. لا هو مش صعب بس هو عايز بس الطلعه الاولانيه هي دي اللي بتبقى صعبه. طيب خلينا بقى ناخد، انا احب قوي اخد راي العلم. معانا على تليفون دكتورة إيمان رئيس مستشار الأسري والتربوي، في هتقول لنا أهمية بقى إيه الرياضة وممارسة الرياضة والجيم كأسلوب حياة. مساء الفل يا دكتور. مساء النور على حضراتكم، عاملين إيه؟ إزاي حضرتك يا دكتور إيمان؟ منورة.
ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. طبعا انا يعني انا وسهى كنا بنتناقش في فكره الرياضه واهميه الرياضه في حياتنا، وان احنا برضو لو حتى خليناها ان شاء الله يعني ثلاث مرات في الاسبوع تبقى حاجه جميله جدا وضروريه. فانا كنت عايز اسال حضرتك بقى من الناحيه العلميه، فايده الرياضه عموما في المود وفي طاقه الانسان والاولادنا برضو مهمه قوي، فانا عايز اعرف من حضرتك الاثنين، فايده الرياضه لينا احنا وكمان للاطفال. بصي، هي الرياضه طبعا مهمه جدا، حتى لو رياضه بسيطه جدا، ممكن نقول مشي مثلا. أيوة. لان اكتشفوا ان 30 دقيقه في اليوم مشي بتساعدك على تنشيط الذاكره. أوكي. بتخلي الذاكره بتاعتك ممتازه جدا، وتلاقي دايما الرياضيين صعب جدا يجي لهم زهايمر. فالرياضه مهمه جدا جدا، وكمان بتساعد على المذاكره، يعني لو هنقول للاطفال كمان بتساعد كتير على المذاكره. ولكن بقى لازم نفهم حاجه مهمه قوي، ان احنا عندنا يعني اشباعات في جسمنا لازم يبقى فيهم اشباعات كامله زي اشباع الجسد، وهي منها اهم حاجه الرياضه. الاكل والنوم والرياضه. فاشباع الرياضه عندنا احنا ككبار بتخرج منك الطاقه السلبيه، بتخليكي تعرفي تركزي اكتر، بتخليكي تعرفي يبقى عندك كده سلام نفسي، وبالذات لو بتعبي رياضه بتحبيها. يعني اوقات كتير جدا اولياء امور بيفرضوا بعض الرياضات على اولادهم من وهم صغيرين، فبيكبر الولد للاسف كره الرياضه. بيكبر الولد اول ما بيبتدي بقى يبقى ليه راي للاسف بينفر منها خالص. فعشان كده لازم من وانا صغير اختار لابني رياضه فرديه ولا جماعيه. ودي حسب شخصيته، يعني لو طفل وحيد بحب يلعب لعبه جماعيه بالظبط، ويكون صداقات كويسه جدا. دي نقطه مهمه. بس لو لقيت الرياضه دي بتاثر على ابني نفسيا تاثير سلبي، فورا لازم اتدخل واخرجه من اي رياضه بتاثر عليه سلبيا. طبعا للاسف احنا دلوقتي بقينا عايشين في مجتمع صعب شويه، هتلاقي في تكتلات حتى في الرياضه لاولياء الامور. دي حقيقه للاسف. ايوه صح. وفي تنمر بيحصل، تنمر رهيب، وولد اقوى من ولد، فهو برضو يحس نفسيا ان هو مش احسن حاجه. صح. هم صغيرين برضو. فتلاقي كل طفل طالع طالع من اسره دي ده صوره اسرته. صح. وده صوره الطريقه اللي هو اتعامل بيها في البيت، فهتلاقي الطفل المتنمر او العنيف او اللي بيحاول يبين مساوئ اصحابه او اللي بيوقع بينه من اصحابه ده تعرض للعنف الشديد في بيته. ما بيتكلمش، عنده مشاكل. فبرضه الرياضه ممكن يبقى ليها جانب سلبي، خلي بالكم. وبقول لاولياء الامور دلوقتي، انتوا واخدين لاولادكم للرياضه حاجه ايجابيه، وقت ما تحسوا ان هي بقت حاجه سلبيه فورا تخرجوه بدون تفكير. لان احنا دلوقتي للاسف اصبحنا التكتلات في الرياضه، اذا كان في الكابتن اللي ممكن يبقى شديد على الولاد جدا، يبتدي يعني انا اسفه اني قلت ساعات بيشتمهم وساعات يعني عشان بيدربهم للأسف. ودي لا اكبر. بس المفروض الاهالي ما يسكتوش طبعا على الكلام ده. ساعات بيسكتوا عشان للاسف الشديد بيبقى في فريق، بيبقى في نادي، بيبقى عنده بطوله، فبيضطر يسكت. مفيش حاجه تخليكم تسكتوا على اهانه اولادكم رياضيا او في اي مكان. صح. عشان الطفل ما يتاذيش نفسيا. صح. انا هنا دلوقتي بتكلم في الرياضه حلوه جدا، لكن تخيلي ان انا ممكن اخلي ابني او المراهق او حتى انا اكرهها لو اتفرضت عليا وبقت الجو بتاعها بقى يعني بيرهقني نفسيا. صح.